نتيجة تهانينا وناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات متواصلة والتحية متجددة دائما هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. يسرني أن أرحب بكل الحاضرين هنا في هذه الانطلاقات في هذه الفعاليات في ختامي الوثبة هنا لهذا الانطلاق ولهذا المسار. على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثالث المخصص للإبكار بيئة الانتاج والمنتجين. انطلقت هذه الشعارات، انطلقت هذه الأسماء باحثة عن نقطة ذهبية مميزة في عاصمة الميادين. مباشرة نسير افتتح النداء مع المقدمة الأولى ومع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. كل حدب وكل صوب جات القبائل والشعوب غمها بعد الدروب. هناك أيضا المقدمة والصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه خيال أحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي من يقدم لنا خيال المركز الثاني. القدوم والوصول من الذيبة علي بن سالم بن سندية المنصوري أنتقل إلى المركز الثالث، أنتقل مع القدوم هنا في هذا المسار في هذا الانطلاق. وصل شعال بن ثعلوب في هذه اللحظات، بينما هناك أيضا القادمة هنا أيضا على البداية. بقول هناك الحق محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري هنا شعار بو محمد من يتقدم على مقدمة هذا الشوط على صدارة هذا الشوط المركز الرابع. الوصول والتقدم من الذيبة شعار بن سندية، بينما المركز الخامس هذه سمحة سيف بن سالم بن سيف بن قدير العرياني الذي هنا لديها نقاط ذهبية مميزة هنا في هذه الأشواط في هذا المسار. نقلتنا إلى المركز السابع، نقلتنا مع القادمة في هذا الانطلاق من الشاهينية أحمد بن مبارك بن عبد الله السعيدي، بينما المركز الثامن القادمة الذيبة علي بن سالم بن سندي المنصوري، بينما المركز التاسع القدوم من هنا الرداعة عبيد بن نصيب بن عتيج السبوسي، والمركز العاشر هذه قادة سيف بن سالم بن نايل الشامسي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي هذه الانطلاقات، محبي رياضة الهجن العربية الأصيلة هنا ناموس الوثبة غير يهل الانتاج، يهل الانتاج والمنتجين. أعود إلى البداية الأولى، هذه سمحة، هذه سمحة التي اختطفت شوطنا الثاني هنا أيضا في ميدان الذكي. يقدمها سالم بن سيف بن غدير العرياني، يقدم لنا سمحة على البداية الأولى. المركز الثاني خيال الواصل على المركز الثاني أحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، بينما الحق محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري يتقدم راعي عطوة هنا مقدم لنا انطلاقة الحق في هذا الانطلاق في هذا المسار. المركز الرابع الوصول من ثمينة سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وصل في هذه اللحظات مقدم لنا ثمينة، ولكن حركوه يا العرياني في هذه اللحظات. مرضية 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 هذا الاسم الكبير في عالم سباقات الهجن اشطيط بن سعيد بن محمد الاجتبي، وهناك الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الذيبة الشيخ عبد الله بن حم العامري يتقدم في هذه اللحظات. الله 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 على هذا الشوط، الله على هذا التحدي. ولكن وين سمحة؟ راح العرياني، راح العرياني على المقدمة الأولى على صدارة هذا الشوط. الله يا سلام، العرياني يقدم لنا سمحة هنا على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. هناك أيضا مع المقدمة مع الصدارة الأولى. الله، ولكن بن ثعلوب قادم على المركز الثاني. بن ثعلوب في هذه اللحظات وسمحة ما زالت سمحة تضيف النقطة الثانية في هذا الموسم الجميل والمميز هنا
تهانينا والناموس تهانينا وشكرا يا مسلب بن سالم العرياني هناك أيضا يتقدم على البداية وقدم لنا سمحة في هذا المستوى المطلوب. المركز الثاني هذه خيال حميد بن سالم بن علوب الدرعي. المركز الثالث القدوم من مرضية اشطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي. بينما المركز الرابع ثمينة سالم بن أحمد وسلطان بن رشيد السويدي. والمركز الخامس على الوصول والتقدم من الذيب الشيخ عبد الله بن حمد العامري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. تهانينا والناموس لراعي سمحة هنا على تقديم سمحة هنا أيضا في هذا الشوط سالم بن سيف بن غدير العرياني. تهانينا حيث فازت هنا وانتصرت في هذا الشوط وكان لها نصيب الأسد وسجلها مليء بالإنجازات. توقيتها الزمني المرافق لهذه الانطلاقة ولهذا المسار الجميل هنا التوقيت الأفضل 5:49 و55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني بمنافسك لا تستهين لو كان لك ماضي ثمين غير اركض وباليامعين بالوجبة يضيع الكلام. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام هنا ايضا توقيتها الزمني 5:50 و6 اجزاء من الثانية. مشكور ابو خالد. هناك ايضا اعزائي المشاهدين كان من نصيب هنا ايضا شعار حميد بن سالم الذعلوب الدرعي خيال. نعم بالفعل. بينما المركز الثالث هذه مرضية اشطيط بن سعيد محمد الاكتبي. هناك ايضا فاجئتنا مع الامتار الاخيرة ب5:53 و3 اجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس.